حسبي الله معلمة في آخر المطاف. تربيت هنا، قريت هنا، وزدت قضيت أشياء 32 سنة تعليم في آخر المطاف وهان. هكذا يهان الأستاذ ويروع في الجزائر، يطرد قصرا من سكن ولد وتربى ودرس ودرس فيها، ليتحول في الأخير إلى مجرد مواطن خارج عن القانون، وجب فيه تنفيذ حكم الطرد باستعمال القوة العمومية، كحال هذه العائلة التي كانت تقطن مدرسة بن دانون في بلدية القبة. صح، عندي سكن تساهمي ما هوش واجد، قلت مازال واحد 6 شهور 7 شهور يوجد نخرج معززة مكرمة ماشي بهذه الإهانة. بلغت من العمر عتية وعملت رفقة رفيق دربها داخل هذه المؤسسة، لكن الرفيق رحل وتركها تصارع مرض السرطان وأمراض أخرى. خالتي يمينة ينفذ فيها اليوم قرار الطرد التعسفي وباستعمال القوة العمومية أيضا. ما عندي وين نروح، ما عندي وليدي، ما عندي الشيخ، ما عندي ما باش نشري ولا نكري. انا يمدوا لي 1,700,000، عندي مرض السرطان، عندي مرض القلب، عندي مرض الطاسيون، غير الدواء ما يكفيونيش. حكاية واحدة ومعاناة واحدة تشاركت فيها 10 عائلات أقصيت من السكن لأسباب مختلفة. 38 عائلة اللي يعني دفعوا الملفات تاعهم، 10 تم إقصائهم على مستوى لجنة دائرة، و24 إن شاء الله راحين يرحلوا. تتكرر المأساة والإقصاء من السكن في الجزائر بحق أو دون وجه حق. عائلات باتت اليوم تفترش الشارع وتلتحف السماء بقرار من الوالي زوخ، وضعية تدفعنا للتساؤل مرارا وتكرارا عن الكيفية التي يتم بها توزيع السكنات الاجتماعية في العاصمة، أين تسلم لمن يشيدون إمبراطوريات من القصدير خارجة عن القانون، بينما يستثنى هؤلاء.